من الذي جاء بالإطار؟ طيب الأمريكان هم الذين جاءوا بقادة الإطار الخط الأول. طيب أين كانوا هؤلاء القادة؟ بالتأكيد كانوا معارضة في الدول المجاورة وفي إيران وفي سوريا. هذا الذي يقرأ الأبجديات يعرف هذا جيدا. المناورات التي تحصل من الإطار لفرض مشروع إيران على الولايات المتحدة هذا لا يتم إطلاقا. طيب. الذي يحدث والذي يدور ما بين إيران وأمريكا فاعل إقليمي فاعل دولي أدوات في العراق هناك متشددين داخل الإطار وهناك ربما منفتحين. المتشددين هم الذين يرمون السفارات الأمريكية والمنشآت الأمريكية بالقنابر الهاون نعم. وبالصواريخ والذين يجلسون مع الأمريكان ويفاوضون الأمريكان ويخرجون بحل مسك العصا من الوسط. يعني مثلا يعني عندك السيد السوداني جاء من الإطار ولكنه غير متشدد، ربما يستطيع مسك العصا من الوسط من المنتصف. طيب. ما بين سياسة إيران وما بين سياسة الولايات المتحدة في العراق. أما الأصوات المتعصبة والأصوات التي تعلن الولاء المباشر لإيران وتتهجم على أمريكا وتعتبر أمريكا العدو الأكبر، هذا أنا أقول يعني هذا لا يعني ليس من الدبلوماسية وليس من السياسة. نعم. إذا أنت تقاوم ابقى على خط المقاومة، ليش تشكل حكومة وتعترف لك السفيرة الأمريكية ويباركوا لك العالم وتبارك لك الولايات المتحدة وعندك اتفاقيات أمنية ويا الولايات المتحدة وعندك خطوط اقتصادية مع العالم. طيب يا إما ظل على خط المقاومة وأقطع العلاقات الدبلوماسية نعم. أو أنه يشتغل سياسة ويشتغل دبلوماسية.